أعلنت الحكومة أنه خلال الفترة من 17 من مارس وحتى 23 من الشهر ذاته تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر 2022 حتى 23 من مارس 2023 3.388 مليون طن، منهم 2.426 مليون طن ذرة، فضلا عن 962 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.671 مليار دولار.